أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا حول الأحاديث التي رويت عن الرسول وآل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام حول أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام ورثوا علم جميع الأنبياء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جميع علوم الأنبياء أوحاها إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله، ورسول الله علمها أمير المؤمنين عليا عليه السلام ومنه إلى سائر الأئمة. من جمله الاحاديث حديث يرويه عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في كتاب الكافي الشريف عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام انه ساله عن قول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ما الزبور وما الذكر قال الذكر عند الله والزبور الذي انزل على داود وكل كتاب نزل فهو عند اهل العلم ونحن هم هذه الايه الشريفه في سوره الانبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون في هذه الايه الشريفه هناك سؤالان يسألهما عبد الله ابن سنان والإمام يجيب عنهما وعن سؤال تقديري ثالث أولا ما هو الزبور ثانيا ما هو الذكر ثالثا من هم عباد الله الصالحون. الزبور في اللغة بمعنى الكتاب وجمعه زُبر. مثلا في كتاب المفردات للراغب الإصفهاني يقول: كل كتاب غليظ الكتابة يقال له زبور وجمع الزبور زُبر. كما قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين فكلمة الزبور مثل كلمة الكتاب واسم الكتاب الذي نزل على داود اسمه زبور مثل كلمة القرآن القرآن بالمعنى اللغوي ما يقرأ واسم الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد رسوله صلى الله عليه وآله هو القرآن ما هو الزبور؟ الزبور بمعناه العام جميع الكتب التي نزلت على الأنبياء وفي بعض الأحاديث الكتب التي نزلت على الأنبياء هي 104 وأربعة كتاب أو أربعة كتب وخصوص الكتاب الذي نزل على داود في هذه الآية ولقد كتبنا في الزبور يعني في الكتاب يراد به الجنس جنس الكتاب الذي نزل على الأنبياء فيشمل جميع الكتب السماوية وخصوص كتاب داود هذا بالنسبة إلى الزبور بالنسبه الى الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ما هو الذكر الذكر بمعناه اللغوي بمعنى حضور الشيء لدى الشخص مثلا لذا يقال تذكره او يقال ذكره يعني حضرت صورته عنده او في ذهنه سواء كان بعد نسيان او لم يكن بعد نسيان عندما نقول ذكر فلانا في كلامه ليس بعد نسيان أو نقول تذكر غالبا يكون بعد نسيان هذا المعنى اللغوي في القرآن والأحاديث كلمة الذكر استعملت في مصادق مختلفة من المصادق التوراة التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يقال لها الذكر من أساميها الذكر المصداق الثاني للذكر القرآن الكريم القرآن الكريم أيضا أطلق عليه الذكر إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن وإنا له لحافظون ومن مصاديق الذكر اللوح المحفوظ لانه حسب ما يظهر من الروايات ان الله سبحانه وتعالى خلق لوحا وهذا اللوح من الملائكه حسب بعض الروايات الاخرى خلق لوحا وخلق قلما ايضا في بعض الروايات ان هذا القلم ايضا من الملائكه ثم جميع الاحداث الله سبحانه وتعالى كتبها بواسطه هذا القلم على هذا اللوح. وهذا لوح محفوظ بمعنى ان ما فيه مكتوب لا يغيره الله سبحانه وتعالى. وهناك لوح اخر هو لوح المحو والاثبات. يعني الله سبحانه وتعالى كتب فيه اشياء وقد يغير تلك الاشياء لان الله سبحانه وتعالى بخلقه وبتقديره لا يعجز تعالى الله عن ذلك هذا قول اليهود حيث قالوا يد الله مغلوله قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا الله سبحانه وتعالى قدر شيئا هل عاجز عن تقدير هذا عن تغيير هذا التقدير كلا الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز يتمكن من تقدير من تغيير التقدير وهذا هو البداء الذي ذكرناه في كتاب التوحيد يعني الله سبحانه وتعالى يقدر لهذا الانسان العذاب عندما يعصي فلما يتوب هذا الانسان الله سبحانه وتعالى يغير التقدير الى ثواب اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فحينما هذا الانسان عصى قدر الله له العذاب وحينما تاب الله سبحانه وتعالى غير التقدير لان الله ليس بعاجز عن تغيير التقدير الانسان يدفع صدقه الله سبحانه وتعالى يدفع عنه البلاء المقدر يعني قدر له بلاء لكن بدفع الصدقه الله سبحانه وتعالى يغير ذلك التقدير وذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى اللوح المحفوظ يكتب فيه ما لا يتغير وفي لوح المحو والإثبات يكتب فيه ما يتغير من مصاديق الذكر اللوح المحفوظ زين طبعا الذكر له مصادق أخرى لكن احنا الان بالمقدار المرتبط بهذا الحديث ولقد كتبنا في الزبور يعني في جنس الكتب السماوية سواء زبور داود بالخصوص أو جميع الزبور الأخرى هذا المطلب مكتوب فيها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر يعني من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ هذا مصداق من بعد ما كتبناه في التوراه هذا مصداق اخر فيكون الزبور زبور داود لان داود كان بعد موسى والزبور بعد التوراه وايضا يمكن ان يكون المراد بالذكر هنا التذكير يعني اول الله سبحانه وتعالى ذكر الناس في الزبور ثم ذكر هذه الحقيقه هذا بالنسبه الى الزبور وبالنسبه الى الذكر زين ما هو المكتوب؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون هذه حقيقه الله سبحانه وتعالى حينما خلق ادم وحواء في نسل ادم وحواء كان المؤمنون وكان الكفار والفاسقون من اليوم الاول هابيل مؤمن قابيل كافر مشرك يعني كفر واشرك وغالبا كانت الغلبه والسلطه لاهل الباطل واهل الحق قليلا ما كانت لهم الغلبه والسلطه. لكن النتيجه النهائيه ان اهل الحق يغلبون اهل الباطل. وتفسير هذه الآيه في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهي دولة أهل البيت. لأنه لم يكن يوم من الايام جميع الارض شرقها وغربها تحت سيطرة المؤمنين، حتى اذا المؤمنون كانوا يسيطرون على بقعه من الارض فالكفار والمشركون والفسقه يسيطرون على بقاع اخرى، في زمان رسول الله صلى الله عليه واله الرسول في اواخر حياته حكمه امتد الى جميع جزيره العرب، لكن كثير من الارض كانت بيد الروم الكفار النصارى بيد الفرس الكفار المجوس بيد عبده الاوثان والاصنام وما الى ذلك، ولم يكن في يوم من الايام جميع الارض تحت سيطره المؤمنين. انما ذلك اليوم هو بعد ظهور الامام المهدي الله سبحانه وتعالى هكذا قدر ان تكون الارض يعني جميع الارض لا قطعه واحده من الارض ان الارض يعني كلها يرثها عبادي الصالحون هؤلاء العباد الصالحون هم ال محمد صلى الله عليه واله الابتداء بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ثم يظهر من الروايات المتواترة رجعت سائر الأئمة بالتدريج يرجعون يعني الله سبحانه وتعالى يحييهم يرجعهم إلى هذه الدنيا ويحكم ويحكمون طبعا هذا هذه المسألة حكم عباد الله الصالحين على جميع الأرض ضمن السنة الإلهية العامة السنة الإلهية العامة هو أنه هي أن الحق يغلب الباطل ولو بعد حين قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله سبحانه وتعالى في آية من القرآن وفي آيتين يقول في هاتين الآيتين يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذه اللام في ليظهره لام العاقبه. يعني الاسلام سيغلب جميع الاديان في كل الجهات. غلبهم بالحجه ويغلبهم في السيطره وهذا الامر لم يحدث لحد الان ان الاسلام يسيطر على جميع الكره الارضيه بل بلاد الكفر هي اكثر من بلاد الاسلام حتى في اوجه قوة الدولة الاسلامية البقاع التي كانت بيد الكفار اكثر ونفوسهم اكثر ما كانت هناك الغلبة العسكرية التامة لان الاظهار ليظهره على الدين كله الاظهار بمعنى الغلبة العسكرية انهم يظهروا عليكم يرجموكم يعني شنو؟ يعني يسيطروا عليكم السنة الإلهية أنه الحق يتغلب على الباطل في أي مجال من المجالات، سواء في المجال التكويني أو في المجال التشريعي، مثلاً في المجال التكويني، أي بقعة من بقاع الأرض أفسدها الإنسان، أو فسدت بسبب العوامل الطبيعية كالبراكين وما إلى ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. زين اذا كان هناك فساد تكويني الارض بالتدريج تعيد عافيتها. يعني بقعه من بقاع الارض لوثت لكن بعد حين هذا التلويث يزول وترجع الارض سالمه كما كانت. حتى الملوثات التي تستمر ملايين السنين مثل الزوائد التي والمخلفات التي تخلفها المفاعل النوويه فيها اشعاعات هذه تبقى يقولون ملايين السنين ولكن بالنتيجه بعد ملايين السنين هذه تزول وهذه المخلفات ترجع الى حالتها الاصليه هذا بالنسبه الى نظام التكوين كذلك بالنسبه الى الانسان الانسان اذا افسد نفسه، افسد مجتمعه، افسد حكمه في يوم من الايام يصح الصح حسب المثال، لا يصح الا الصح. نعم، قد تكون هذه فتره طويله، قد تكون الاف السنين، لكن بالنتيجه السنه الالهيه ان الصحيح هو الذي سينتصر بالنتيجه طالت المده ام قصرت. ولذا أهل الباطل يحكمون, يحكمون الأرض فترات طويلة أيضا وأكثر الأرض بيدهم وأحيانا كل الأرض بيدهم لكن في نهاية المطاف سيصح الصح الباطل يزهق والحق يفرض نفسه هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الدنيا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله أنه سأله عن قول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ما الزبور وما الذكر قال الذكر عند الله يعني اللوح المحفوظ يعني الله سبحانه وتعالى قدر ذلك في اللوح المحفوظ من سننه التي لا تتغير لا تتبدل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا والزبور الذي أنزل على داود هذا مصداق وكل كتاب نزل أيضا زبور يعني المعنى أن هذا المطلب مكتوب في جميع الكتب السماوية أن الأرض يرثها عبادي الصالحون من هم هؤلاء الصالحون؟ بقية كلام الإمام جواب عن هذا السؤال التقديري فهو عند أهل العلم الزبور الذي هو كتاب داود وكل كتاب نزل عند أهل العلم من هم هؤلاء أهل العلم؟ ونحن هم يعني الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في حديث آخر أحد الرواة يسأل الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام قلت له جعلت فداك أخبرني عن النبي ورث النبيين كلهم قال نعم قلت من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه قال ما بعث الله نبيا إلا ومحمد صلى الله عليه وآله أعلم منه مزين هذا الراوي يسأل الإمام الكاظم سؤال تمهيدي سؤال غير شيء الآن يذكره السؤال التمهيدي رسول الله ورث علم جميع الأنبياء السابقين بمعنى أن الله أوحاها إليه جميعا نعم هو أعلم منهم نعم زين هذا مقدمة السؤال عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى بإذن الله سليمان بن داود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يفهم منطقة الطير علمنا منطقة الطير هل رسول الله كان يقدر على هذه المنازل أم لا زين. عيسى كيف كان يحيي الموتى لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الاسم الأعظم فكان يذكر الاسم الأعظم فيحيي الموتى بإذن الله جن إذا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أعلم من عيسى يعني يعلم الاسم الأعظم ويتمكن من أن يذكر الاسم الأعظم ويحيي الموتى بإذن الله إذا سليمان ابن داود على نبينا وعاله وعليه الصلاة والسلام كان يفهم منطقة الطير كان يتكلم مع الطيور يتفاهم معهم لأنه كان يعرف الاسم الأعظم فإذا رسول الله أعلم منه معنى ذلك أنه يلزم أن يعلم منطقة الطير هل هو كذلك؟ الإمام عليه الصلاة والسلام قال نعم رسول الله محمد صلى الله عليه واله يتمكن من احياء الموتى باذن الله ويفهم منطق الطير ايضا باذن الله سبحانه وتعالى. ثم الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام يبين ان رسول الله كان اقدر منهما يعني لان علمه اكثر كان يتمكن من فعل اشياء لا يتمكنان من فعله، لان فضل الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد فضل كبير، وكان فضل الله عليك كبيرا، كثير من افضال الله على رسوله محمد، واكثر من سائر الانبياء، فاعطاه ما لم يعطهم، زين كيف يستدل؟ الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام بالقران على ان رسوله رسول الله محمد صلى الله عليه واله يتمكن من فعل اشياء لا يتمكن عيسى من فعلها، ولا يتمكن سليمان من فعله. في قضيه الهدهد حينما سليمان تفقد الطير تفقد الطير يعني استخبر حالهم وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين زين لماذا سال عن الهدهد؟ لان الهدهد يتمكن من تشخيص مواقع الماء في تحت الارض لأنه تحت الأرض أكو مياه جوفية بس إما عميقة جدا أو غير عميقة الله سبحانه وتعالى زود الهدهد بحاسة يتمكن من تشخيص مواقع الماء فسليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يستفيد من الهدهد في تشخيص مواقع الماء يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى أعطى للهدهد ما لم يعطه لسليمان هو سليمان ما كان يتمكن من تشخيص مواقع المياه في تحت الأرض لكن الهدهد كان يتمكن من تشخيص مواقع المياه فلذلك من سليمان استخبر حاله ولم يرى الهدهد رأه قد عصى لأن المفروض كان يكون موجود زين لان الله سبحانه وتعالى سخر لسليمان كثير من الاشياء والامور والحيوانات والجن والانس وغيرهم ومنهم الهدهد، كل واحد يقوم بمهمه. زين فسليمان ما كان يعلم مواقع المياه الا عن طريق الهدهد الذي الله سبحانه وتعالى زوده بتلك الحاسه. أما بالنسبة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله، الله عز وجل علمه علم القرآن، كل علم القرآن بلا استثناء. وحول القرآن الله سبحانه وتعالى يقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموتى، يعني لو كان قرآن. له هذه الصفات فهو هذا القران الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه واله ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض يعني بواسطه القران الرسول يتمكن من تقطيع الارض اماكن المياه يتمكن من ان يعلمها بواسطه هذا القران الكريم تقطيع الارض انفصال بعضها عن بعضها الاخر فينكشف ما في داخل الارض. او كلم به الموتى. عيسى كان يحيي الاموات باذن الله، الرسول محمد صلى الله عليه واله ايضا يتمكن يحيي الموتى ويتكلم معهم بواسطه هذا القران الذي اوحاه الله عليه. اضافه على ذلك او سيرت به الجبال. هذا ما كان لعيسى وما كان لسليمان الله سبحانه وتعالى اعطاه لمحمد بواسطه هذا القران الكريم ولو ان قرانا سيرت به الجبال يعني من مكان الى مكان اخر او قطعت به الارض الارض تتقطع قطع يعني تنفصل الارض بعضها بعضها عن البعض فيظهر ما في باطنها أو كلم به الموتى يعني إحياء الموتى لكي يتكلمون زين جزاء لو محذوف ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن الكريم وهذه ليست قضية فرضية لا بيان لمنزلة القرآن أن هذا القرآن منزلته عظيمة جدا بحيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله يتمكن عبر هذا القرآن أن يعمل هذه الأمور زين. سليمان ما يتمكن من تشخيص مواقع المياه يستفيد من الهدهد لكن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله يتمكن من ذلك ببركة هذا القرآن عيسى يذكر الاسم الأعظم فيحيي الموتى الرسول محمد صلى الله عليه وآله بواسطة هذا القرآن يتكلم مع الموتى يعني يحييهم فيتكلم معهم زين إذا واحد يقول زين إحنا هم نقرأ القرآن لماذا نحن لا نتمكن من فعل ذلك القرآن بين الدفتين أيضا موجود بأيدينا لماذا نحن لا نتمكن من ذلك لأنه أحيانا قابلية القابل أيضا شرط يعني أنت تجيب سيف مثلا سيف قاطع أعطي هذا السيف بيد صبي لا يتمكن من أن يقاتل بذلك السيف ولا أن يقطع شيئا بذلك السيف السيف هو نفسه لكن ائت بشخص شجاع، محارب، مقاتل اعطيه ذلك السيف يجدل الابطال بذلك السيف ويقتلهم. السيف هو نفسه لكن اليد التي تاخذ ذلك السيف لها الاهميه ايضا. القران الذي نزل على الرسول صلى الله عليه واله هو نفس القران اللي الان موجود بايدينا بلا زياده ولا نقيصه. لكن رسول الله له القابلية أعطاه الله سبحانه وتعالى تلك القابلية باصطفائه يتمكن بذلك القرآن أن يفعل هذه الأمور نحن بنفس القرآن لا نتمكن من فعل ذلك الأمور لأن الله سبحانه وتعالى ما أعطانا تلك القابلية التي أعطاها لرسوله محمد صلى الله عليه وآله فإذا إذا نقول إن الرسول صلى الله عليه وآله يتمكن من القيام بجميع معاجز الأنبياء هذا الأمر يمكن الاستدلال عليه بالقرآن الكريم من القرآن ومن أحاديث الرسول وأهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام وللحديث تتم نتركها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين